مالك؟ بردانة شديدة ولا يا شمبابي؟ بردانة؟ شفت الله ما شمبات حبيبي قاعد ما في أي برد تاني. شكراً. عفوا. لكن أنا لسه بردانة يا شمبابي، أعمل أي حاجة. لسه بردانة؟ أسمعي كلامي، أنا حأجري جري جري أجيب لك شاي وأجي، شاي يدفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شاي؟ علي الطلاق أنا أقعد جنبها أولع نار. أسمعي نوي، اللولة العوضة بتاعت القراية وين؟ ها؟ المكتبة اللي هي ذاتها. أوكي، يمين في يسار تلقاته ألف وشك. يمين في يسار؟ كويس، شكرا. وديت الاستراحة. طبعا عارفة مبارح ما لقيت رحال، والله العظيم بقيت شجاع وركبت باص الوالي. برافو عليك والله، شفتي جوا هايل باص الوالي ده. انا بجد والله يعني بحس اني انت زول كويس شفتي حبيبي. وباص الوالي جيبي شفتي دقداق كده كتير 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 كتير، خلاص شفتي الرجال يجيبي جاي ونحن نجيبي جاي. معقول؟ والله العظيم بهدلت خالص. كويس، لكن انك انت عملت خطوه زي دي انا بجد والله متفائله بيك شديد، انك حتعمل اكتر من كده حبيبي. يعني لسه انا ما بديت الاخشوشان. كويس، حكون زول خشن ثاني من الليله. حاسكن الحاج يوسف. معقول؟ والله ما شفتيني من الليله قررت اكل فول فول فول، غير فول ثاني ما حاكل اي حاجه بس فول. معقول؟ ما تصدقها. انت ان شاء الله بكره تبدي طوالي معاه. شوفي شوفي شوفي. هاي شباب. عبد الله؟ لا عبودي. لا مو معقول عاد، لكن انت تاني يوم ترجع البلد. برجعني شنو تاني عاد؟ طبعا يا عبد الله يصالك تغير خالص خالص خالص. اكيد طبعا لازم. شباب انا بردانه شديد. بردانه الدفي حبيبتي انا.